سلامكم بيدات كديري اللي لاباس عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. البنات اليوم مع ديك العشره بحال هكاك نورمالمون انا واختي كنا مدوزين دي كوموند وكون باغازار اليوم مع العشره وشي حاجه جا الفاكتور جاب لينا ديجا خمسه ديال لي كوموند. غنوريكم واحد الفيديو هنايا صغير صورتو لكم، جاب لينا ديجا خمسه ديال لي كوموند ومازال هادوك اللي نورمالمون على حساب لابوست، وكاينين دي زوغ كوموند اللي كيجيو بريفي هادوك غادي يجيو في لا جورني. المهم قلت انا ديجا غنصور لكم هادشي اللي هنا، كنت باغا نتسنى تيجي كلشي ونصورو لكم اون ميم طون، ولكن صراحه داكشي غادي يكون كثير. الوغ دانكو قلت ديجا غنصور لكم هادشي واخا راه كاينين بزاف ديال لي زاشا اللي باغا نشاركهم معكم، وغيكونوا بزاف ديال لي فيديو بحال هكا. المهم غادي تسناوهم ديما ندير لكم لحقاش بوغ لانستون كندوزو بزاف لي كوموند، سورتو ان اختي فاش كتجي دي بيريود صغار وكتكون راجعه المغرب كتاخذ معاها شحال من حاجه باش تديها معاها للمغرب. الوغ اول حاجه غنوريها لكم البنات كومونداتها اختي لراسها هي هاد ليسور هذا ديال دايسون، ما عرفتكمش واش عرفتوه ولا لا، مي هذا بحال تقولوا بوغ لانستون هو لا ميور، ماشي غير دابا مي صافي كومون با مال ديال الوقت، هو الميور ليسور ديال الشعر. كيتباع هكا، هي خداتو غير هكا، وكاين نورمالمون حتى لي زاكسيسوار ديالو لا بغيتو تاخدوه. شوفوا كي كيجي، كيجي بحال هاد الشكل هذا كومونداتو من السيت ديالهم نيت، يعني ماشي كومونداتو من امازون ولا من بلاصه اخرى، كومونداتو من عندهم نيت. شوفو كي كيجي بحال هكا لا كولور ديالو ديجا كتحمق، وتا هاد العيب فاش كيتجمع زوين. بالنسبه للبنات لو بري اللي خداتو به كما قلت لكم غير هو بوحدو بلا لي زاكسيسوار خداتو بالثمن ديال 300 اورو وشي حاجه، هذاك هو الثمن ديالو. سي فري كو شير مي راه ما كيحرقش لكم الزغبه وشي حاجه زعما لي كونسيي بوغ لانستون اختي كيطيح لها شعرها بزاف بزاف، راه حتى راه ما كتصورش الوغ كتبع لي تريتمون اللي كتاكلهم على قبل الشعر، وميم تبع عليه واحد لاغام على حسب التساقط وعلى حسب الكثافه، لحقاش خوليها من هنا ومن هنايا. المهم هو كي كيجي الكبيدات بحال هاد الشكل هذا شفتو. المهم هذه اول حاجه غنوري لكم التساقط ديالو كيجي معاه سنيت ابري ان مربوطه كيما كان. بون غنحطه هنايا باش نقدر نوريكم الانتيريور ديالو. وعاد راني ديمونطيت شحال من حاجه، ديمونطيت شحال من حاجه باش ما ياخذش ليا الفيديو وقت طويل. كيجي معاه هنايا هكا الشارجور ديالو، وفي هاد لابتيت بواط كاين السيبور على شنو كتوقفو باش كتكونو خدامين بيه. كيجي هو بحال هكا وكتحطوه بحال هاد الشكل هذا. شوف صراحة الشكل ديالو زويون ومتيول وانيق. المهم خديت هذا كيما قلت لكم على حساب شعرها، ما بغاتش تبقى دير لي السيشوار، وما بغاتش فاش تكون كتصاوبو في الطار تقادو بدوك لي بلاك اللي كيكونوا زعما عاديين ولا رخاص كيحرقو تاهما الزغبة بزاف. الو خديت هذا باش تجربو. المهم هي قرات عليه بزاف ديال لي زافي، و انا صراحة شفتهم عليه وشفت لي فيديو، يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف. يعني قلت ليها انا زعما راسي شير، مي قالت ليا كوميم الشعر ديالي بوغ لانستون راه زعما ولا حالتو، الوغ اللهم ناخذ لي شي حاجه واخا تكون غاليه ونحمي بها الزغبه. وصراحه راه كنشوف زعما وجهه النظر ديالها راه مزيان. شوف الكراب غنحط هادشي هنايا ابخي ونجمع. المهم غتكون حدايا روينه بزاف. ابخي الكبيدات كاينين واحد السيت اللي بغيت هو نشارك معكم نوتينو، بوغ لانستون البنات راه كاينين فيه بزاف ديال لي بروموسيون في لي بارفان لي برودوي كوزميتيك وداكشي. المهم الا بغيتو راه احسن من انكم تاخذوا زعما سور بلاس في المغازان ديال لي بارفيمري ولا باش كوموندو في دي زوتر سيت. هذا اللي قلت لكم هذا نوتينو راه فيه بوغ لانستون بعدا بزاف ديال لي بروموسيون ولي بري هوادين بارابور لي زوتر. خدات لي هذا في كوفر كادو ديال نوال، خدات لي بارفان. صراحه انا جادور لي بارفان اختي، فيما كترشق ليها وكتبغي دير لي شي كادو كديروا لي بارفان، حيت عارفه هي اكثر حاجه كتعجبني. خدات ليا ماي واي وخدات هذه ودرت هذه في الكوفر ديال هادو لي كوفر دابا ديال النوال كما كتشوفوا. انا غنبقى غير كنحط هكا وهكا
وكيجي بحال هكا طافون. هذا نحلو معكم مازال ما حليتوش. هذا البنات الثمن ديالو باش خداتو تما المهم في الطوطال خلصات هي شي 127 اورو اللي داخله فيها لو بري ديال البواطه جو بونس فيها شي 5 اورو دو بري ديال لا بواط. باغ كونطخ الا مشيتو تاخدو في بارفيمري غادي تاخدو كنظن غلا كتر لحقاش هذا فيه موان 30% ديال ريديكسيون باش خداتو ليا تما. صراحة انا عارف الريحة ديال البارفان وديجا قلت ليها راه كيعجبني ديجا قلت ليها كيحمق مانيفيك صراحة مدايرش بارفان مانيفيك انا جادوغ لي بارفان زيدو على هاد الكونفيكسيون لي كاينة هنايا فوالا تا واحد طاش بلاصتو. المهم هاد البلاصة ديال لي بارفان البنات لي كتشوفوها هنا ان شاء الله بيانتو بيانتو غادي نشاركها معاكم مغاديش تبقى بحال هكا غندير اون فيترين ديال الزاج باش نأورغانيزي فيها كاع لي بارفان ديالي لحقاش هاكا ولاو كيبانو ليا موش. أو كومونديت فيها هذا لينا اون بتيت تخوص بحال هكا ديال باربي قالت ليا بغات بارفان ديال باربي ولقيت تمايا كاينين بزاف للدراري الصغار بحال هكا كاينين جو بونس ديال لاغين دانيج كاينه باربي كاينين دي زوطخ مارك أوسي ديال الدراري خديت ليها هاد الكوفخ بحال هكا كتكون فيه بارفان ديال باربي وهنايا جيل دوش بودي لوسيون فوالا جيل دوش ديال لوكوغ باش لوكوغ ديالك. المهم هي قالت لي بغات بارفان ديال باربي وفلانيفرسار ديالها ما كنتش خديتها ليها مي دابا فاش لقيتها في هذاك لو سيت كومونديتها ليها فوالا هادي تاني كوموند كيما قلت لكم البنات هي السمية ديال داك السيت نوتينو راه كاينين فيه لي برودوي كوزميتيك وكاين فيه لي بارفان و بوغ لانستون راه فيهم بروموسيون ما عرفتش واش حيت دابا البلاك فرايداي ولا حيت بيانتو زعما المناسبه ديال النوال وداكشي اللي شتيني فيهم ان بون بري ولا العامل كامل جو سا با لحقاش اول مره كنكومونديو من هاد السيت دافيد شيت كنكومونديو من دي زوتر سيت ولا من نيس من بارا اكس ال ولا كنمشي كنشريهم في لا مارك في البارفيمري نيشان ولا في لايروبور زعما جامي كومونديتهم هكا ا ديستانس ابار لي بارفان اللي كنكومونديو في امازون اللي ما كيكونوش كاينين عندنا هنايا في لوروب ولا ماشي في لوروب اللي ما كاينينش هنا في بلجيكا باغ اكزومبل لي بارفان ديال سيفورا ما كيكونوش هنايا. بون كاينه كوموند اخرى اللي جات من شي ام كيما قلت لكم اختي بوغ لانسون كتكوموندي بزاف لحقاش بيان بغات تمشي للمغرب الوغ هنايا كوموند مدوزاها لماما وراتها شي حاجات وعجبوها في شي ان ودوزات ليها اون كوموند باش تديها لها خدات لها هاد لي شوسيغ بحال هكا بالنسبه لي بخي البنات والله ما نعطيكمش الخبر ما عرفتش اثمنه وما في ما يقلب عليهم الصراحه هي العكس بوغ لانسون الوغ خدات لها هاد لي شوسيغ هكا في البلون زويونين وخدات ليها دي زوطخ شوسيغ دي زوطخ جيم با داك الصداع اللي كيديرو هكا الكريط مع داك التخربيق هاد لي بوط كيجيو بحال هكا. ايه سيمبا اخيط اخيط يعني سيمبا غادي اليوم غادي يجيب ليا شي فكرة سيمبا عرفتي كي حطيت هاد لاشيز علاش جالسة هي ماشي شيز بحال شكل ديال طابوغي اغيط وهي فيها بحال سيميني كوي ماشي بحال سيميني كبير مي سيميني كوير فريمون من الفوق وكي حطيتها وهو كيجاوب داك يكريفي ليها فيها كلها خربشها ليا غير دابا 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 فاش بغيت نصور لكم ودابا بان لي عاوتاني شي لعيبات وجا كيمض ليا فيهم الضفار وخصني نقطعهم ليه. بون نرجعو للسوجي ديالنا قلت لكم خدات هاد لي بوط هكا لماما في النوار تاو ما في شي ان و هنايا خدات واحد ديكور نورمالمون عندي زعما بحالو في الدار خداتو لماما بحالو ونورمالمون تاهي كوموندات كوموندات ليها واحد بحالو مي هاد اللعيبة فيه زوينة انا ما عنديش شوفو انا عندي لو ميم كيجي هكا بلاطو شوف بلاطو بحال هكا دوغي و كتجي فيه هادي بحال هكا عندي لا ميم شوز كتحط هنايا و في هاد المبيخرة هادي غير انا هاد المبيخره عندي الراس ديالها عالي الوغ كو ماما هنايا مبيخره فيها الراس تاو في هاد الغزاله شو صراحه زوين. بون انا حطاهم هنايا وخدات ليها هادو هادو انايا تحت عليهم شي ان
وريتهم لاختي قلت لها اجي تجربي. فاش جبت بنتها قلت لها اجي تغسلي لها بهاد لي زابونش هادو خطيرين صراحه. انا راح مني مع وليداتي لحقاش الكيس ما كيسيبورطيوش وكيضرهم. عرفتوا حنا المغاربه راه ما حكيتيش كتحسي براسك بحال ما درتي والو. هادو كيتباعوا فشي انت باشير والبيطبين وكيطلعوا الوسخ ديال بصح ماشي غير الدراري الصغار ميم انا الكبيره اختي الكبيره كنطلعوا بيه الوسخ كيغسلوا مزيان ومخير. وخدت الماما حتى هي جوجات باش تجربهم وحتى هي باش ما لحقاش هي كضر صراحه لا بو ديالها سورتو ان عندها هي مسكينه الجفاف في الجلد ديالها. يعني هادو زوينين ليها ما غاديش يكريفيوها ما غاديش يضروها. وكوموندا تاع هنايا لي لونتي الصراحه ما كانوش في شي ان يلاه دخلوهم وبغينا نجربوهم. انا ديجا خديت وحدين وديجا استعملتهم واحد المره وما غير في الدار غير جربتهم شي ساعه ولا ساعتين مزيانين فيهم لادات ديالهم شي ساليو تقريبا بزمه يتلاحو شي 2 ولا 3 والبري ديالهم با شير ديال غير شي 5 يورو. المهم هنا خدات الماما 3 ديال لي لونتي مختلفين حتى يجربهم ماما كتسمى اختي لي لونتي. وهنايا البنات هادو قيله غير ديال اختي. المهم ديفو بيرسينغ بحال بيرسينغ اللي دايره انا هنا راه ديال بصح ما كاينين الناس اللي ما كيبغوش يتقبوا كيتباعوا تما ديفو بيرسينغ كديري غير هكا وكتحيديه يعني ما كتقبيش. هادي واحد لا كوموند ديال شي ان اللي كانت خاصه غير بماما. كاينه كوموند اخرى ديال شي ان فيها هاد الايب اللي كتجمع لي بروس وغير نستنى كنشوفها بار شوف انستغرام. خداتها هاكا اختي في هاد لاكولوغ هادي راه كاينه هي نورمالمون في البلون وكاينه في هاد الغوز بيبي بحال هاكا كتجي بحال هاكا وكتجمعي فيها لي بانسو ديال الماكياج. كنت من قبل كنقول لكم لي بروس سيتي شي ديال كتجمعي فيها لي بانسو ديال الماكياج وراها كدور بحال هاكا خاصك باش لو بغيتي تشوفي زعما البروس ديال لوتر كوتي و اون ميم طون كتسد باش ما كتدخلش لا بوسيير لهذوك لي بانسو. عاوتاني قلت لكم لي بروس و انا عندي ماما كتقول لي الهضره كتراجع ليا. خدات هاد لي بانسو هادو هما ماشي ان وخدات هادو اللي كيجيو بحال هكا بحال دي غازوار راه دي غازوار نيس كتحيدي بهم الشعر اللي كيكون بين الحجبان الشعر اللي في الوجه المهم كتبقي بهم ميم ديفي المهم كيتستعملو. هادو انا كانوا عندي استعملتهم اون سول فوا لوجهي داك دهنت ليه الزيت كندهت ليه الزيت واحد السيروم واستعملتو مستعملتوش زعما بالما وداكشي مي ابخي حسيت بحال وجهي ولا كياكلني كنقول ناري انت كيبدا يبوسي ليا الشعر كثر في وجهي الوغ كو انا صراحة ماشي شي وحده اللي عندها الشعر سي فغي عندي شويه في التيفي ولكن ماشي شي وحده اللي عندها الشعر كثير وانا نقول زعما بناقص ما نستعملهمش. مي اختي خداتهم جو سي با واش هي بغات تستعملهم لوجهها ولا اوتخ شوز مي بون هي في لا كوموند ديالها كاينين. خدات هنايا لي فوسيل خدات سارميشان ميشان عجبوني كيبانو زوينين وفيهم بليزيوغ فوليوم فيهم الصغيور اللي يمكن ليكم ديرو من هنا وغاديين وكتكبرو هما هنايا هكا الكبار. و خدات حتى هي لي لونتي هما خدات ليها تلاتة هي خدات وحدة وانا كنت خديت وحدين. انا دوك الوحدين اللي خديت تم اصلا نجربهم معاكم. خدات دي زوطخ بانسو هنايا كيما كتشوفو وهنايا كاين الماكياج ديال شيكلام اللي صراحه زوين بزاف انا استعملته وقلت لاختي زعما راه الماكياج ديالهم زوين شفتو شي حوايج فريمون زوينين بزاف. هادو رائعين انا واخده فيهم كوريكتور واخده فيهم اللي كنستعمل لي كوم فراجو واخده فيهم لوتر سميتو داك اللي كيعطيك اللمعه يلا شات لي السميه. المهم هنايا اختي خدات فيه كوريكتور بغيت غير نوري لكم اللي كان هادشي غير يتقطع القيل مسامح اختي هاد القناه شي كله رونتو لها فوالا هما كيجيو بحال هكا نورمالمون في البنات في التصاوره. انا فاش كنت كنشوف كان كيبان ليا كبير ولكن راه الحجم ديالو هكا صغيور كيجي حلو زويون وما في لاطخوس راه ما كياخدش لك بزاف ديال البلاصه صراحه زويونين كما قلت لك واخده فيهم بزاف واخده فيهم بليزيوغ كولور او ميم اختي واخده فيهم بليزيوغ كولور. كاينه واحد الكوموند هنايا ديال الله كاينه واحد الكوموند هنايا اخرى ديال شي ان كانت خلاصه غنوريهم لكم. شوف ها هو واحد اخر وها هو واحد اخر بحال هذا اللي قلت لكم هذا فيه واحد اللمعه خطيره خطيره خطيره. شوف كي كيجي
زوين. المهم بحال هذا حتى هو اللي عندي. هذا اللي كنوريكم غير ديولها ماشي ديولي انايا، انا كاينين فواحد الطقوس اخرى. المهم واخده هذا هذا هذا، واخده في البيش، واخده في الغوص الحنيكات ديالها، واخده الاخرين، واخده ميم فون دو طان هو ديال شي كلام. هذا الصراحه انا ما جربتوش بوغ لانستون، كنستعمل ديال ديوغ. اختي هي عندها واحد النوع اخر ديال ديوغ، ولكن قالت لي هذا زعما شفت كيهضروا عليه، وخدات جربته وقالت لي صراحه زوين بزاف. و هذه حتى هي جال ديال الحجبان زوينه كتفيكسيهم، غير انت خاصك ديري كونتيتي كبيره شويه، لحقاش الا درتي كونتيتي صغيره كيبانوا لك الشفار ديالك، كيبداو ماشي الشفار الحجبان ديالك بحال كينعسوا، الوغ كي خاصك تفيكسيهم بواحد الكونتيتي اللي تكون كوميم شويه ايبي. مبقاش عندي الاسباس الوغ مسحت شي فيديوهات، مي نورمالمون لي فيديو اللي عندي خاصني نورمالمون مونطيهم. الوغ داكشي اش غنوريكم البنات غير هادشي اللي بقى في هاد لا كوموند هادي، و لو غيست غنوري لكم فيديو اخر. دو فاصون باش ما يجيش لا فيديو حتى هو طويل، لحقاش ديجا كنشوف فيه 15 دقيقه. كما قلت لكم خدات هذا البانس واخر حتى هو في شي غرام، وخدات هذا اونتي سيرن، خدات هذا، خدات هذا واحد الكريون، وخدات هنايا كما شفتوا تما راه خدات لي فوسيل، الو خدات ليهم هنايا البانس وباش تركبهم، وخدات ميم الكولا، خدات هنا هاد لا بودغ هي ماشي كلام، قالت لي هي زوينه. مي نورمالمون صراحه انا ما جربتهاش، انا كما قلت لكم زعما تخيب ديال الماكياج اللي خديت وهي ما كانش عندها. الوغ فاش جات عندي قلت ليها فوالا سي لوكازيون باش انك تشوفي، قالت لي راه كيهضروا عليك، قلت انا شفتهم كيهضروا عليه وكنت متشوقه باش ناخذو، سيرتو ان الماكياج ماشي كلام البنت راه ماشي غالي كاع، ديتو ديتو ديتو، وزعما سي اون مارك اللي زوينه، يعني انا كخديتها الماكياج ديالها زوين بارابور لو بري ديالها. فوالا الوغ سي درت واحد كواحد الكروند كوموند للماكياج ديالهم باش تجربوا كامل. واخر حاجه بنات نسيت ما وريتهاش لكم هي هذا البول هذا اللي لابساه انايا، حتى هو من شي ان، وهذا البنات البري ديالو كنظن داير شي 18 اورو، هذا عقلت على الثمن ديالو حيت هذا داز فواحد لا كوموند ديالي انا ماشي في ديال اختي. بون جيسبر البنات لا فيديو يكون عجبكم، الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم، اللي باقي ما اشتركش القناه يشترك، ولا كنتو بغيتو نحط لكم هكا واحد السلسله شويه ديال لي فيديو ديال المشتريات شي ان، وسي واحد السيت سميتو تيمو حتى هو دوزنا منه بزاف ديال لي كوموند لانا لاختي، نشاركهم معكم. المهم قولوا لي انتم شنو بغيتو، شنو لي فيديو اللي بغيتو تشوفوا، انا معكم ان شاء الله.